ننصح الجميع بالعناية بأسنانهم وعناية الصحة، طبعا صحة الفم والأسنان هذا من أهم شيء حتى يأثر على الصحة العامة. ومن ثم طبعا أهم شيء العناية الدورية بالأسنان، وذلك بالمتابعة عن طبيب الأسنان كل 6 أشهر للوقاية من كل مرض. We advise all to maintain their teeth healthy and sound, and the most important of course to visit the dentist each 6 months so that they can protect their teeth from any disease. صحة الفم والأسنان تبدأ في عمر الطفولة، فعلى الوالدين الاهتمام بأسنان أطفالهم ومتابعة الطبيب المختص تحفظ الأسنان لفترات طويلة بدون أي مشاكل.